أنا سأري الله، أريد أن يرى مني أنني العبد الذي يسر به، يفرح به الله تبارك وتعالى. والله يفرح، ولله أفرح بتوبة عبده. وفي الحديث النبوي الجليل: فأروا الله، أروا من فعل إيه؟ أرى، شوشوا يعني. فأروا الله من أنفسكم خيرا. خلي هذا التحدي يا الله. ما أجمل هذا الحديث لما أفكر فيه، كأني لأول مرة أسمعه. معظم سعينا هو أن يرانا الناس، فإذا بنا نشرك دون أن ندري، ندعي أننا نمجد الله في العبادة، ونريد ما نريد إلا تمجيد أنفسنا. شوفونا، أنا العابد، أنا الصادق. شيء سخيف وحقير جدا، حقير جدا. العظمة في العكس تماما، العظمة في أن تري الله أنك العبد الذي يريده الله. إنجاز التعبير، أستغفر الله، يعني العبد، لا لن أقول العبارة، لكن العبد على كل حال، العبد الذي نعت الله. عيب، ما أقدرش أقول راهن الله عليه. الله لا يراهن، هو عليم بكل شيء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. تعرف أنت من أجل، شوف، هذا العبد الصالح الذي كما يريده الله وكما يحبه الله ويرضاه، لا إله إلا هو، رغم كل التجارب والابتلاءات والامتحانات والتحديات، واستطاع أن يتجاوزها وأن ينجح وأن يحصل ربما النهاية العظمى المشرفة. هذا العبد من أجله الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان رسوله أنه يمكن أن يخلق الدنيا من أجله، يمكن أن يبعث رسولاً، رسول يصنعه على عينه وينبئه ويرسله من أجل ماذا؟ أن يخرج بهذا العبد. وهذا ذكرت لكم هذا مرة، وهذا دلالة الحديث الصحيح أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل الواحد. الله يعلم هذا بيستاهل، ما دام في واحد ممكن يستجيب حنبعثه نبيا بحيالي، ما عندنا مشكلة. البقية رسبوا، البقية يرسبون. هذا أذكرني الآن سبحان الله بالفتاة اليابانية اللي عاملها مدرسة لحالها ومدرسون لحالها، وفي قطار كمان بروح بيجي كل يوم عشان يأخذ البنت هذه من قريتها وديها على المشوف الأول المتحضرة وين. يعني هذا طريقة تفكير إلهي، الإنسان بيستاهل، ممكن يراهن عليه وحتى لو كان واحدا. كن أنت هذا العبد الرباني، أري الله من نفسك خيرا، اجعل رهانك لا أن يراك الناس وأن يقول الناس. هذا كله كلام فارغ، نحن تراب وأبناء التراب كلنا، أنا تراب وأنت تراب، ولا واحد يغني عن عن واحد شيئا. لا لا لا، أري الله المجيد العلي الباقي لا إله إلا هو، والباقي جزاؤه وشكره وإنعامه. أريه من نفسك خيرا، انجح في الاختبارات، انجح دائما. حتقول لي في وساوس كثير وفي شيطنة، ما أحد ينجو من الوساوس، ولا حتى الصحابة أنفسهم كانوا ينجون منها. وساوس رهيبة، لكن لا تستسلم لها، استعن بالله ولا تعجز، وثق بنفسك. الإيمان يعطيك ثقة بالله تنعكس ثقة بنفسك، ثقة بنفسك. الإيمان بالله ينعكس إيمانا بنفسك، النفس التي أودعها الله وأبدعها الله، أودعها سره وأبدعها في خلقه، وأراد أن تنجح، أراد أن تنجح، أن تسمق، أن تتعالى. انجح وراهن على نفسك، واستعن بالله ولا تعجز، وسيحصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون العبد الذي ترضى عنه في النهاية الرضا الأعظم، لأن الله قد رضي عنه. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعن سائر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.